face when I'm with you. But I love it, but I love it. She told me don't worry about it. صباح الخير. السنة وصلت على آخرها وبيهمني بهالسنة من هلأ لكم هابي نيو يير. ليش؟ أول شيء كانت سنة مميزة جدا علينا ام تي في الايف، شفتوا قديش كان في تغيرات وتجددات. ثانيا مثل كل سنة نحن منودع السنة بحلقة خاصة منكون فيها إلي وأنا. صباح الخير. صباح بالإضافة لزملائنا يلي رح نقدمكم فيها هيك حلقة شوي مميزة لننهي فيها السنة. عادة بهالنهار ب 31 كانون الأول من كل سنة بلايف، من وقت ما رجعنا طلعنا على الهواء بهالبرنامج نعطي نوع بريك للزميلات بهيدا النهار المخدوم، على أساس بيطلع له نهار ليرتاحوا شوي ليهتموا بحالهم. نحن بناخذ الهواء ومنظبط إذا بدكم الفقرات بشكل إنه نعمل ريكاب شوي على اللي صار، منظبط الفقرات على المواضيع يلي بتهمنا بهيدا النهار، وبيكون في عنا ضيوف مميزين رح ينضموا لنا خلال النهار لنحكي معهم نشوف شو عاملين السنة الجاي، كيف رح يختموا السنة، وشو كان رأيهم بهالسنة يلي يعني إلى حد ما كانت شوي صعبة، ولكن نحن يعني أملنا كبيرة إنه السنة الجاي مع الأشياء اللي صارت مؤخرا بلبنان تكون سنة عن جد أحلى بكتير، لأنه كلنا بنستاهل هالشيء. و MTV و ألايف بشكل خاص رح نكون حاضرين ورح نواكب سنة جديدة بس أكيد معكم. فإذا شو رح يكون في بهيدا النهار؟ أول شيء بدي أقول لك نعد عليك ألبرت، تكون كمان سنة حلوة عليك وعلى عائلتك، على كل الناس يلي عم بيتابعونا. بدي عايد كاتيا رانيا وارولا، بدنا نقول إنه اليوم بميوزيكل رح بيكون في أغاني عن السلام، رح بيكون أكيد عنا محطة ثابتة مع واتس كوكينج ويمكن أفكار لليلة، رح نعمل جولة سريعة مع داني حداد ودونيز رحمي فخري الزملاء بـ MTV، راوند أب سريع على أحداث السنة، بالإضافة أكيد للفقرات العديدة اللي بينطروها كل سبت، كيدز أند فان، تالنتس وغيرها. طيب جريت، رح يبلش نهارنا بمشوار كمان وضيف مثل ماكسيم شعيا رح ينضم لنا، في مفاجآت وأكيد رح يكون في موسيقى وأغاني ودسير غير شكل لننهي السنة ولنبلش نحتفل سوا. أول فقرة لليوم هي أوتو فوكس، نحن بنرجع بنلاقيكم بعدها.